مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من مساء الخير وبداية أسبوع جديد إن شاء الله يكون أسبوع خير عليكم كلكم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة إصعاد جسد القديسة العذراء مريم للسماء. يا رب تكون مناسبة كلها خير وبركة على مصر وشعب مصر، شعب مصر اللي دايما ربنا حافظه، ودايما الشعب المبارك اللي قال عنه الكتاب المقدس مبارك شعب مصر. بما ان بتكلم عن مبارك شعب مصر فاكيد ده حفظ خاص من ربنا لمصر. الحفظ الخاص ده ممكن يكون في ان يرسل لهم قيادات كمان على قدر من المسؤوليه والحكمه. عندنا الحمد لله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيشهد ليه العالم كله بعد اعلان الامس حكومه الوفاق استعدادها لوقف اطلاق النار، وايضا البرلمان الليبي اعلن بالامس في وقت متزامن للاثنين انهم اعلنوا وقف اطلاق النار في ليبيا. فكره ان احنا نكون داعيين للسلام، وده كان من السيد الرئيس في اعلان القاهره اللي كان موجود فيه حكومه الوفاق والبرلمان الليبي من شهور قليله، واللي دعا فيه أن المجتمع الليبي أن يتحدوا ويكون في سلام موجود على الأرض، واللي تم بالفعل امبارح في إعلان كل الدول والأمم أيدته وكانت في إثناء على هذا الإعلان. قد إيه جميل أن يكون عندنا دبلوماسية محترمة، دبلوماسية شريفة، دبلوماسية بتسعى للسلام بدون أي مصالح شخصية. الفترة اللي فاتت تعرضت مصر للعديد من الاستفزازات التركية وخلافه، لجر رجلها لحروب، لجر المنطقة كلها لخراب، كان ممكن ياخدنا لمراحل وما بعدها. لو بصينا بعين العجرفة وإن احنا جيش أقوى من أقوى جيوش العالم في الترتيب يمكن العاشر على مستوى العالم، عندنا قطع بحرية حديثة لسه جاية لمصر يمكن وحيدة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، مستوى التدريب عالي، كل ده كان ممكن ياخدنا لغرور يخلينا ندخل في معارك سيئة كانت هتجر مصر والمنطقة كلها لوضع أسوأ وأسوأ. لكن الحكمة في القيادة، الحكمة في السياسة، الحكمة في إدارة الفترة الماضية كانت هي الغالب، وبالعكس ما كانتش غالب على مستوى مصر بس، كمان تركيا طلعت بيان بالأمس أنها تشيد بالدور المصري الذي تلعبه في استقرار ليبيا. قد إيه فخورة ببلدي، قد إيه فخورة بقيادتي اللي كل مرة بطلع فيها على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي بيكون في إنجاز كل المصريين لازم يفخروا بيه. سعداء إن شاء الله بالاستقرار اللي هتنعم بيه ليبيا. هيكون عندنا فقرة النهاردة نتكلم على الموضوع بالتفصيل وإلى أين سيأخذ هذا وقف إطلاق النار أو وقف استعمال السلاح للفترة القادمة، هتكون ليبيا فين. عندنا كمان كلام عن لبنان ووضع لبنان وأين وصلت لبنان الآن. الوضع أكيد كلنا متابعينه، وفي مساهمات من الكنيسة الأرثوذكسية وده هنتابعه في حلقتنا النهاردة.